المره دي هنتكلم على حاجه اكبر شويه من السيب اللي هي الاتش 323 ستاندرد. وزي ما هنشوف الاتش 323 ستاندرد بي انكلود مسجز وبروسيدرز انفولفد اكتر في المالتي ميديا سيشن او في الفويب سيشن اكتر من جاست الانيشيشن والترمينيشن والمينتنس. تعالوا اما نبتدي بالاركتكتشر اوف الاتش 323. اولا الاتش 323 دوت وان اوف الاي تي يو ريكومنديشنز. الاي تي يو اللي هو الانترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون دوت البادي اللي كونسيرند وذ ستاندرايزيشن اوف الديفرنت بروتوكولز للكوميونيكيشن نتوركس بصفه عامه. فالاتش 323 بيديفاين او بيسبيسيفاي ان اوفرول اركتكتشر وميثودولوجي بيانكوربريت اساسا مالتيبل اذر ريكومنديشنز. احنا الاي تي يو الاوتكمز بتاعته مش بنسميها ستاندردز، بنسميها اكتر ريكومنديشنز او سبيسيفيكيشنز. يعني فلما بنقول ان الاتش 323 هو اوريدي بي انكلود اذر ريكومنديشنز نقصد بيه اذر كومبوننتس او اذر ستاندردز ذات كان بي يوز فور فويب از ويل از اذر بروتوكولز. من ضمن البروتوكولز ديت الاتش 225 والاتش 245. واحنا بنتكلم على ال H323 suite of protocols بصفة عامة هنشوف كل واحد من دولت بقى concerns is concerned with any type of signaling أو signaling ال any part of the VoIP call وإيه ال messages اللي included فيه. زي ما اتكلمنا في السيب على ال network entities برضو في ال architecture of ال H323 عندنا نودز بنسميها الترمينال والجيت ويز والجيت كيبرز والمالتي بوينت كنترولر يونتس. فهم دولت الفور ديفرنت انتيتيز الترمينالز او دولت الاند بوينتس وبعد كده الجيت ويز والجيت كيبرز والمالتي بوينت كنترولر. وهنشوف كل واحد منهم بيستخدم في ايه. زي ما قلنا الاوفرول اوبجيكتيف بتاع ال H323 ان هو ينيبل الاكستشينج اوف المالتي ميديا ستريم ما بين end points بتوبريت based على ال 323 بروتوكول. ده كده يدينا الاركتكتشر العام لل H323. زي ما احنا شايفين اللي بتوين البوكس دوت ده السكوب او اللي نقدر عليه نقول عليه النتورك توبولوجي اوف ال H323. فانا عندي في الكور عندي باكيت بيزد نتورك ديت المسؤوله تو كونكت الديفرنت انتيتيز. عندي مالتيبل تيرمينالز او اند بوينتس وعندي مع الاند بوينتس ديت عندي المالتي كنترولر عندي الجيت كيبر عندي الجيت واي. الجيت واي ديت برضو زي ما هنشوف بالتفصيل بعد شويه هي المسؤوله عن انها تنترفيس النتورك اللي بتوبريت بيزد على الاتش 323 مع اذر نتوركس. زي مثلا لو انا عندي نارو باند او برود باند اي اس دي ان انتجريتد سيرفيسز ديجيتال نتورك او بابليك سويتشنج تليفوني نتورك او جنرال سويتشنج تليفون نتورك. فالجيت واي ديت اللي مسؤوله عن الانترفيسنج وذ اذر نتوركس. وهنبقى نشوف طبعا لو هي انترفيس مع نتورك بتوبريت يوزنج السيب او نتورك بتوبريت يوزنج الاس اس 7 فالجيت واي ديت تعمل ايه. لو ابتدينا بالترمينال، الترمينال ديت ابسط نود هي مجرد الاند بوينت اللي بتوفر ريال تايم كوميونيكيشن مع اذر اند بوينتس. فديت اللي بتبقى السورس اوف الريال تايم باكيتس يعني سواء بقى فويس ولا اوديو ولا فيديو. وتيبيكالي دوت عباره عن اند يوزر ومفروض يسبورت مالتيبل كودكس او اتليست وان كودك للاوديو وان كودك للفيديو لان في الاخر انا الاوديو او الفيديو دول طبيعتهم ان هم انالوج سيجنالز فلازم يبقى بيسبورت كودك تو ديسكريتايز وديجيتايز الريال تايم او المالتي ميديا سيجنال ديت تو بي سيوتبل فور الباكيت ترانسميشن. الجيت واي بقى زي ما قلنا دي بتبروفايد ترانسليشن سيرفيسز بتوين ال H323 نتورك والاذر تايبس اوف نتوركس. فوان سايد اوف الجيت واي هيسبورت ال H323 سيجنالينج فيفهم الديفرنت مسجز والديفرنت بروسيدرز اللي احنا هنقول عليها لل H323 وبيترمينيت الباكيت ميديا اكوردنج تو ذا ريكويرمنت اوف ال H323. لو انا في بروسيسنج للباكيت نفسها عشان انا هبتدي اخرجها لاذر تايب اوف نتورك مش بتستعمل او مش هتفهم باكيتايزد فويس يبقى لازم يترمينيت. طب لو انا هانترفيس مع اذر ديجيتال نتورك او باكيت بيزد نتورك خلاص ممكن الجيت واي في الحالات دي تكيب
الباكيتايزد فويس او الباكيتايزد اوديو زي ما هو. لكن لو انا هانترفيس مع وليكن السيركت سويتشنج نتورك فيبقى لازم ارجع الفويس ثاني عند الجيت واي ل انالوج فويس. الاذر سايد اوف الجيت واي بقى دوت اللي بينكلود السيركت سويتشنج نتورك برضو زي ما بنقول يعني دوت لو انا الطرف الثاني من السيشن هو عباره عن انالوج او سيركت سويتشد بيست ديفايس وبيسبورت الترانسميشن كاركترستكس والسيجنالنج بروتوكول اوف النتورك دي اللي هو ممكن فور اكزامبل يبقى اس اس 7 لما احنا ابتدينا نتكلم على التراديشنال تليفوني والسيجنالنج سكيم. برضو زي ما بنقول هي ممكن الجيت واي تسيرف از انترميديت نوت between terminals of different networks. يعني ممكن يبقى عندي H3-to-3 terminals أو SIB terminals محتاجين يكومينيكيت to each other، فال H3-to-3 دوت يأكت as الانترفيس ما بين ال two different sides of the network. حتى لو دوت هيتطلب إن ال packetized voice دوت يعدي في النص على external network زي ال PSTN أو ال public switched تليفوني نتورك. يعني ممكن يكون عندي باكيت بيست تليفوني سيرفيس في هيد كوارتر وباكيت بيست تليفوني سيرفيس في برانش اوف ان اورجانيزيشن، بس ما فيش دايركت كونكشن ما بينهم. الكونكشن هيبقى عن طريق بابليك نتورك، والبابليك نتورك ديت بابليك سويتش تليفوني نتورك، وبالتالي يبقى انا محتاج جيت واي عند ايتش سايت يترجم الباكيتايزد فويس انتو انالوج فويس، والطرف الثاني يرجع الانالوج فويس انتو باكيتايزد فويس. فهي جيت واي بكل معانيها انها بتترانسليت الديفرنت سيرفيسز بتوين ديفرنت نتوركس. الجيت كيبر بقى ده يعتبر اهم نود في ال H3-to-3 architecture، لان زي ما هنشوف يعني هي بتاكت از المين برين اوف الاركتكتشر وليها فانكشنز كتير، ومع ذلك فهي عباره عن optional entity ممكن يبقى موجودة وممكن ما تبقاش موجودة، بس وجودها يخلي النتورك بتاعتي scalable بمعظم الفانكشنز بتاعت الجيت كيبر. لو الجيت كيبر مش موجودة لازم تبقى added على الاذر نتورك entities زي الترمز، فوجودها بيسهل الاوبريشن. طيب لما تكون موجودة الجيت كيبر ديت بتكنترول a number of terminals و gateways و multi-point controllers. عشان كده زي ما بقول لكم يعني دي من اهم النودز، هي بتكنترول او بتمانج باقي النتورك terminals. لو مش موجودة يبقى الكنترول دوت هيبقى distributed على النودز دي. من ضمن الفانكشنز بتاعتها انها بتأثرايز النتورك اكسس من الاند بوينت عشان مش يبقى اي digital device connected للنتورك او كونكتد للنتورك اللي فيها ال H3-to-3 terminals يقدر يكومينيكيت معاهم، لازم يبقى authorized. تاني احنا بنفكر فيها وكان انا عندي operator وعامل النتورك ديت او network closed لcertain organization او certain institution، فبت authorize النتورك اكسس من ال من ال end points، وممكن كمان ت authorize ال calls نفسها. ف can choose to permit or to deny any given call from the endpoints within the control بتاعها. طيب برضو بت offer other services such as مثلا ال bandwidth control services. طيب انا دلوقتي انا عايز اعمل session فيها multi media exchange، مش شرط voice بقى، يعني احنا عارفين ان ال voice already is a low data rate service يعني، بس لو انا عايز اعمل video conferencing. طيب ما ال video conferencing دوت ممكن يبقى بكواليتيز مختلفة، ويبقى الفيديو او الايمج نفسها ليها كواليتيز مختلفه، كل ما الكواليتي تزيد كل ما يبقى فيه نيد فور هاير باندويث. طيب لو انا عندي مالتيبل سيمالتينيوس كونفرنس كولز في النتورك بتاعتي ممكن يكون الباندويث اللي موجود مش سفيشنت. طيب فالجيت كيبر يبروفايد باندويث كنترول سيرفيسز ساتش ذات، يعني لو انا عندي عدد مكالمات قليل والباندويث المتاح to be allocated للكولز ديت كبير، خلاص اقدر allocate higher bandwidth عشان يديني higher quality of السيشن. كل ما يبقى عندي سيشنز اكتر يبقى في needs for pieces of bandwidth اكتر، وبالتالي يبقى نصيب كل كول من الباندوث دوت اصغر، فبرضو الجيت كيبر هو اللي يعمل الكلام دوت. طب افرض انا دلوقتي عايز اعمل فيديو كونفرنس او فيديو كول والباندويث المتاح مش سفيشنت عشان يتعمل الفيديو كول ديت،
خلاص ساعتها الجيت كيبر هتقول للانيشيتنج تيرمينال ان لا ما فيش ريسورسز متاحه. فهو ده المقصود بانها بتوفر باندوث سيرفيس، وبالتالي يبقى وكانه في الحالات دي بيقول بيعمل دينايل للجيفن كول والريزن برضو. يعني زي ما هنشوف في السيجنالينج دايما الريكوست في الاتش 323 بتبقى ريسبوندد باي ايذر كونفيرم او ريجكت، ودايما لو انا عندي ريجكشن لازم الريجكشن دوت يبقى معاه ريزون فور ريجكشن، فممكن يكون من ضمن الريزونز ديت ان مفيش باندوث افيلبل. فدوت زي ما لسه قايلين تو انشور هاي كواليتي اوف سيرفيس، ودوت يوزد ان كونجنكشن ويز الباندوث او الريسورس مانجمنت تكنيكس. هقسم الريسورسز اللي عندي ازاي لو انا عندي اكتر من مكالمه. برضه بيوفر ادرس ترانسليشن بحيث ان تبقى الكولز بتاعتي بدل ما تبقى ادرس بيست تبقى الياس بيست، بدل ما يبقى الكولر مضطر يعرف هو الاي بي ادرس او النتورك ادرس بتاع الطرف الثاني اللي انا بكلمه ايه، لا انا كفايه ان انا ابقى عارف الياس نيم او ايدنتيتي زي ما كان في السيب كده اهوت. الالياس بتاعي او الايدنتيتي از ان ذا فورم اوف نيم ات نتورك. فبرضه هنا اهوت الجيت كيبر هو اللي ترانسليت الادريسيز ديت للجيت كيبر، سوري الادريسيز للالياسز او الالياسز للادريسيز. وعشان كده لما نيجي نبص على الحته ديت هنلاقي الجيت كيبر بيأكت زي البروكسي سيرفر مثلا في السيب بروتوكول. بنقول بقى ان لو انا عندي مجموعه من التيرمينالز والجيت ويز والمالتي كنترولرز اللي كنترولد باي ا سنجل جيت كيبر، المجموعه ديت نسميها زون. الزون اتسلف مش شرط تكون نودز او تيرمينالز كلها فيزيكالي في نفس النتورك، لكن اللي بيميز الزون ان يكون كل النودز كنترولد باي ذا سيم جيت كيبر. فيبقى انا عندي الزون كان سبان مالتيبل نتوركس او نتورك سيجمنتس، لكن اللي بيميزها انها زون ان انا عندي سنجل جيت كيبر. لو بصينا على الجراف دوت انا عندي مجموعه من التيرمينالز، عندي الجيت واي، عندي المالتي بوينت كنترولر، عندي انذر جيت واي لان انا ممكن يكون عندي منطق ان انا يبقى عندي اكتر من جيت واي. جيت واي بتنترفيس مع كل تايب اوف النتوركس، لو انا مش عايز الجيت واي بتاعتي تبقى كومبليكيتد وتقدر تترانسليت من الاتش 323 لكل الاذر نتوركس، خلاص ممكن يبقى عندي جيت واي تو انترفيس مع السيب، جيت واي تو انترفيس مع البابليك سويتش التليفوني نتورك، جيت واي تو انترفيس مع اني اذر اكسترنال نتورك وليكن ذا انترنت، فممكن يبقى عندي كذا جيت واي. هنا في الفيجر دوت انا عندي باقي التيرمينالز عشان اوصل لهم محتاجه ثرو اجو ثرو ان اكسترنال نتورك. طيب فانا محتاج يعني راوتر عشان يفتح لي السكه ان انا اروح، وكان دوت بوردر راوتر يفتح لي السكه الاكسترنال نتورك، وليكن بقى ديت بابليك نتورك انا بستخدمها عشان اربط برانش بهيد كوارتر مثلا. طيب فالجوينج ثرو الاكسترنال نتورك دوت ستيل انا عندي التيرمينالز اللي in the other side او in the other segment of the network controlled by the same gatekeeper، يبقى مازال كل دوت is considered a single zone. يبقى الزون ما لهاش علاقه بالنتورك سيجمنتس وانا عندي gateway routers او border routers بعدي منهم من نتورك لنتورك ثانيه او من سب نتورك لسب نتورك ثانيه، لا الفكره كلها single gatekeeper دوت identify a single zone. المالتي بوينت كنترول يونت اخر type of terminals ده simply الهدف منه انه يمانج المالتي بوينت كونفرنس. انا في السيب معظم البروسيدر اللي احنا كنا اتكلمنا عليها كانت بتبقى بوينت تو بوينت كونكشن، بعمل كول استابليشمنت فانا الكولينج بارتي بيحدد اسنجل كولد بارتي. طب لو انا عايز اعمل اوديو او فيديو كونفرنسنج كول فالمالتي بوينت كنترول يونت هو اللي مسؤول عن دوت في الاتش 323. المالتي بوينت كونفرنس نفسها ممكن تبقى سنترلايزد وممكن تبقى ديسنترلايزد، هنشوف دلوقتي الفرق ما بينهم. يعني الفكره ان انا يبقى عندي مور ذان تو تيرمينالز او 3 اور مور تيرمينالز، زي ما احنا قلنا بما ان انا ممكن تكون اللي نقصده بالتيرمينالز الاند بوينتس اللي بتنشيت الداتا باكيتس او حتى الجيت ويز اللي انا مضطر اروح لها عشان تفتح لي السكه عشان اروح للطرف الثاني لو الطرف الثاني دوت مش بيفولو ذا سيم بروتوكول او ذا سيم ستاندرد الاتش 323، فيبقى الجيت واي
في الحالات دي تعامل على انها التيرمينال الانترنال كده جوه الاتش 323 اركتشر. فانا ممكن يكون المالتي بوينت كنترول يونت ديت بتمانج كونفرنس كول ما بين تيرمينالز وما بين جيت ويز. هي بقى هتستبلش الميديا that can be shared between the entities by transmitting a capability set to the various participants. ايه الكابابيليتي سيت؟ ما احنا عندي different terminals و different gateways، مش شرط يكون كلهم نفس الديفايس بنفس الستاندردز بنفس الكودكس اللي موجوده بنفس الكابابيليتي اوف الداتا ريتس. فالكابابيليتي سيت ديت مقصود بيها انا كل terminal من الterminals اللي هتبارتيسبيت في الكونفرنس كول ممكن تشتغل بانهي كودكس سواء اوديو او فيديو، ايه الترانسميت او الباكيت بيت ريت تو بي ترانسميتد، عشان يبقى في الاخر عندي كومن او انترسكشن اوف الكابابيليتي سيتس بتاعت التيرمينالز ديت، بحيث ان الكونفرنس كول تبقى كان بي بوسيبل بتوين المالتي بوينتس دول. فاللي بيكولكت او بيأجريجيت الكابابيليتي سيتس ديت هي المالتي بوينت كنترول تيرم. دي ما كانش ليها مناظر في السيب، كان بيبقى عندي بوينت تو بوينت، وفي الانفايت مسج بيبقى انكلودد ايه الكابابيليتي سيت بتاعتي اللي هو سمبلي كان ايه الكودكس اللي عندي، فانا ممكن اشتغل بالكودك ده وده وده. وفي الريبلاي بتاع الانفايت الاوكي مسج بتاعت الانفايت يتحدد انا ايه من السيت اللي جات لي، ايه السب سيت اللي مناسبه ليا. خلاص انا كان عندي اونلي تو بوينت نيجوشيشن على الكول بارامترز. هنا بما ان عندي مالتيبل بوينتس بدل ما تبقى ديستريبيوتد ما بين المالتيبل بوينتس كلهم، وكل ما عدد البوينتس يكتر كل ما النيجوشيشن دوت يحتاج وقت اكتر، فاللي بيعمل الموضوع دوت توفيرا للوقت المالتي بوينت كنترول يونت. عشان كده بيقول لي هنا كان تشينج ذا كابابيليتي سيت ان ذا ايفنت ذات اذر اند بوينتس جوين الكونفرنس سيشن او ليف الكونفرنس سيشن. طب انا كان عندي الكومن كابابيليتي سيت ما بين البارتيسيبيتنج نودز، طيب حصل ان في تيرمينال تاني جديده جوين ذا كول، طيب لازم اشوف الكابابيليتي سيت بتاعتها اللي موجوده مناسبه ليها ولا لا. لو مش مناسبه هضطر اغير في البارامترز بتاعت الاون جوينج كول. طب انذر نود ثابت او ليفت او اكستد الكونفرنس كول، ماشي يمكن كانت بسبب النود ديت كنا مضطرين نشتغل على كودنج بديتا ريت قليل. طب خلاص في الحاله دي ممكن بقى اشوف بقى عندي اقدر اشتغل بديتا ريتس احسن او بارامترز تديني كواليتي اوف سيرفيس احسن. فعشان كده نلاقي ان المالتي بوينت كنترول يونت انفولد في السيشن طول الوقت تو اوبزرف النودز اللي ادد والنودز اللي هتليف المكالمه. هاويفر المالتي بوينت كنترول اتسلف ات دازنت بيرفورم ترانسليشن او ميكسينج فانكشنز، يعني هي ما بتعملش حاجه على الداتا نفسها. يعني لو انا النودز اللي بارتيسيبيتنج محتاجه تشينج للفورمات مثلا، مش المالتي بوينت كنترول هي اللي بتعمله، الفانكشنز ديت بيرفورمد باي المالتي بوينت بروسيسور. المالتي بوينت بروسيسور ده اتسلف هو امبيدد مع المالتي بوينت كنترول يونت وكنترولد ثرو ات يعني. فيبقى وكانه زي ما الترمينولوجي يعني او زي ما التسميه ليترال يعني الكنترول يونت الهدف منها الكنترول بس، اي بروسيسنج زي ترانسليشن او ميكسينج فانكشنز ان انا اغير الفورمات او اعمل اي حاجه دوت بيتم عن طريق المالتي بوينت بروسيسور. وبالتالي لكل مالتي بوينت كنترول في اتليست 1 مالتي بوينت بروسيسور بيوبريت اندر اتس كنترول، ودوت هو ده اللي هيبروسس الاكشوال ميديا ستريمز. هنا اهوت يبان تاني اختلاف ما بين ال H323 والسيب. احنا كنا بنقول في السيب اي نتورك انتيتي من النتورك انتيتيز اللي هم معظمهم كانوا السيرفر البروكسي او ريدايركت سيرفر ومعاهم الريجسترار، ما لهمش اي علاقه بالمالتي ميديا ستريم. لكن هنا المالتي بوينت بروسيسور اللي هو بارت من المالتي بوينت كنترول يونت كان بي انفولد في بروسيسنج الاكشوال ميديا ستريم. زي ما كنا بنقول يعني ممكن بقى يبقى عندي سيبريت مالتي بوينت كنترول يونت فيها المالتيبل مالتي بوينت كنترول والمالتي بوينت بروسيسور، او ات كان بي امبيدد او انكوربريتد ويز وان اوف ذا اذر نتورك انتيتيز زي الجيت واي او الجيت كيبر او ايفن وان اوف ذا اتش 323 تيرمينالز، بس ما تبقاش يعني يوزر اند بوينت يعني. فالفانكشن
الفانكشناليتيز اوف المالتي بوينت كنترول ديت كان بي امبيدد زي بالظبط الريجسترار فانكشن في السيب لما قلنا كان بي امبيدد مع وان اوف ذا بروكسي او ريد ريكت سيرفيسز، فبرضه المالتي بوينت كنترول كان بي امبيدد مع وان اوف ذا اذر تيرمينالز اللي هم الجيت واي او الجيت كيبر. ال different conference configurations قلنا ان المالتي بوينت كنترول بتكنترول الكونفرنس سيشنز سواء سنترلايزد او ديسنترلايزد. ايه الفرق ما بين سنترلايزد وديسنترلايزد؟ الاول في السنترلايزد كونفرنس each end point في الكونفرنس كول ديت هتكومينيكيت مع المالتي بوينت كنترولر يونت، وكان انا عندي سنترال بوينت اللي هي الهاب، وبالنسبه لي الهاب دوت هو المالتي بوينت كنترول يونت، و سبوك او سوري سبوك او ستار توبولوجي وير اي تيرمينال بتسند داتا ميديا ستريم او كنترول سيجنالينج هيروح للمالتي بوينت كنترول يونت، وبعد كده المالتي بوينت كنترول يونت هترجع تديستريبيوت دوت على باقي التيرمينالز انفولد في الكونفرنس. فهنا كل الكنترول وكل المالتي ميديا از باسنج ثرو المالتي بوينت كنترول يونت تاني، ودوت يسهل الفانكشن بتاعتها انها لو تديسايد اون ا كومن كابابيليتي سيت هديسايد اون ا سيرتن فورمات. فده اللي احنا بنسميه السنترلايز، وساعتها الام سي يو از انفولد في الكنترول وفي المالتي ميديا ستريم. التوبولوجي الثانيه الديسنترلايز او الديستريبيوتد كونفرنس كول. في الكيس ديت الاند بوينتس بتكستشينج الكنترول سيجنالينج مع المالتي بوينت كنترول يونت زي الكيس اللي فاتت بالظبط ان ا بوينت تو بوينت مود، وكان ستيل عندي هاب اند سبوك توبولوجي، عندي سنترال هاب وبعد كده السبوكس ديت او الستار توبولوجي التيرمينالز كلها كونكتد ليها. هنا في الديسنترايزد انا عندي الكنترول بيروح ثرو الام سي يو، لكن المالتي ميديا اتسلف كان بي شيرد دايركتلي بتوين المالتي بوينتس يوزنج multicast transmission او multicast propagation. يعني ال initiation of the call, the maintenance of the call, the agreement على ال capability set لغاية ما ال session تبتدي بيبقى point to point من ال terminals لل MCU. بعد كده once حصل ال agreement على ال multimedia format وال multimedia stream يتم الكونكشن، ما هو في الاخر كل التيرمينالز ديت كونكتد مع بعض ايذر ثرو الام سي يو او ثرو النتورك المالتي الباكت بيست نتورك، فساعتها المالتي ميديا كان بي اكستشينج يوزنج مالتي كاست سمبل. يعني انا لو انا ببعت باكت فروم وان بوينت تو انذر بوينت لازم يبقى عندي ادريسز، الادريسز بتاعتي سورس ادرس وديستنيشن ادرس، بحيث ان الباكت لما تو جو ثرو النتورك توصل للديستنيشن اللي هي انتندد ليها، والريسبونس لازم يروح للسورس اللي كان باعت. فعشان كده دايما اي باكت فيها سورس ادرس وديستنيشن ادرس ممكن يكون الديستنيشن ادرس بتاعه هو عباره عن مالتي كاست ادرس مقصود ب مالتيبل تيرمز. ما بين الاثنين بقى ما بين الديسنترلايزد والسنترلايزد او الفولي ديسنترلايزد والفولي سنترلايزد ابروتش عندي الميكسد كونفرنس ابروتش اللي فيه بعض البارتيسيبنتس او بعض التيرمينالز بيأكت او بيشير الميديا بتاعتهم زي ما احنا متفقين الكنترول دايما لازم يكون ثرو الام سي يو، المالتي ميديا هي اللي تفرق. فممكن في الميكسد كونفرنس بعض التيرمينالز تبعت الميديا بتاعتها ثرو الام سي يو، وبعض التيرمينالز تبعت المالتي ميديا بتاعتها ثرو الباكت بيست نتورك. طبعا في الحالات دي لازم طبعا يبقى الام سي يو برضه بيبارتيسيبيت او موجود في المالتي كاست نتورك ديت عشان ياكت از ا ريلي بتوين النودز اللي بتاكت ان ا ديستريبيوتد مانر والنودز اللي بتاكت ان ا بوينت تو بوينت مانر. فيبقى الاختلافات ما بين الثلاثه كونفرنس مودز في المالتي ميديا ستريم نفسه بيتم ازاي، ثرو الام سي يو ولا ثرو النتورك دايركتلي.